وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت راغدة درغام، رئيسة مؤسسة بيروت انستيتيوت. أهلا بك سيدة راغدة. أبدأ معك بالموقف الروسي، كيف يقرأ الموقف الروسي الذي اعتبر بأن العقوبات التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي على ساسة لبنانيين لا تخدم مصلحة لبنان؟ شكرا كريستيان. سأقول لك بصراحة إن الروس ينظرون إلى لبنان من منظار مصالحهم مع إيران، وهم يعتقدون أن إيران وحدها هي القادرة على تأمين ما يسمونه بالاستقرار في هذا البلد، إنما في واقع الأمر أنهم حلفاء لإيران ميدانيا في سوريا، وهم في صدد إعادة هيكلة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم مصالحهم. إذن الروس لا يضعوا لبنان على قائمة الأولويات لديهم، وإنما يعتبرونه ملحقا لعلاقاتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن سيواجهون الأوروبيين وسينتقدونهم، إنما هذا لا يعني أن ما يقوم به الأوروبيون هو كافٍ، لأن العقوبات التي تحدثون هنا تحديداً سيدة راغدة، بالفعل يعني ليست العقوبات الأولى من نوعها، ورأينا أنه في السابق هذه العقوبات لم تؤثر أبداً على الطبقة السياسية في لبنان، وبالتالي على أي أساس يعول الأوروبيون بأن عقوبات مثل منعهم أو منع هؤلاء الساسة من الدخول إلى باريس أو تجميد بعض أرصداتهم يمكن فعلاً أن تؤثر عليهم؟ هذه عقوبات تجميلية، منع السفر ليست عقوبات ذات أسنان. العقوبات الحقيقية التي تدق في عصب زمرة السياسيين اللبنانيين الفاسدين المستبدين، وكذلك يعني حزب الله الذي هو بموجب قرارات وإملاءات الحرس الثوري يقوم بعملية استبداد لهذا البلد. ليس هناك من فائدة لعقوبات حظر يعني السفر، لأنها لا تؤذي جيوبهم. ليقول لنا الفرنسيون الذين بسبب ارتباكهم حقا يعني سببوا الأذى الكبير للبنان من خلال إعطاء الانطباع لهذه الزمرة من الفاسدين والمستبدين بأن لا عقاب هناك ولا محاسبة. إذن كانت المبادرة الفرنسية عبارة عن تعويم للطبقة السياسية والطبقة المستبدة، وإذا كانت العقوبات الآن هي فقط في مجال منع السفر فإنها ستكون نفخة جديدة من الثقة في هذه الزمرة لتقوم بما تقوم به دائما. عندما تقول لنا فرنسا أنها أتت بالإجماع الأوروبي بما في ذلك سويسرا بصورة خاصة، لأن سويسرا هي المحطة حيث الجيوب، جيوب اللبنانيين الفاسدين هؤلاء من السياسيين هي التي تؤذيهم، والمحاسبة والعقاب يجب أن لا يقتصر على منع السفر، وإلا كأنها عملية تجميلية. طب بهذا الإطار لماذا يكتفي الاتحاد الأوروبي بهذه العقوبات التي تصفينها بالتجميلية وهي حقيقة رمزية؟ في الواقع هناك داخل الاتحاد الأوروبي ضرورة من يعني بموجب القوانين التي أو يعني ما يلتزمون به كاتحاد أوروبي كدول اتحاد أوروبي، يجب أن يكون هناك إجماع. ما يتطلبه كسر الإجماع هو مجرد وزير خارجية، أعتقد أنه كان هنغاريا، أن يزور أحد المسؤولين هنا في لبنان الذي هو تحت العقوبات الأمريكية، وعندئذ ينكسر طوق الإجماع وبالتالي ليس هناك عقوبات شاملة جدية. لذلك هي الفكرة اليوم، أنا تحدثت مع مسؤولين في داخل الإدارة الأمريكية ومسؤولين في روسيا وأوروبا، ويبدو أن الفكرة هي أن تكون المواجهة الجديدة قائمة على زخم، أنا لا أعتقد أنه زخم، ولكن من وجهة نظرهم زخم الإجراءات الجماعية للدول الأوروبية والخليجية والولايات المتحدة لفرض العقوبات على المسؤولين فرداً فرداً. حسناً، الفكرة جيدة، ولكن إذا اكتفت هذه الخطوات بمجرد منع السفر وما إلى هنالك فإنها مجرد تعويم. الخطير في الموضوع كريستيان هو أن ما تقوم به هذه المبادرة الجديدة الأمريكية الفرنسية الأوروبية التي تحاول أن تكون أيضا خارجية، الخطر فيها أنها تعوم الطبقة الفاسدة والحاكمة والمستبدة، تعومها لأنها
تعطيها الفرصة لتقول أثبتوا لنا أنكم ستقومون بتلك الإصلاحات ونحن سندر عليكم الأموال. إذن أنها يعني هناك محاولة لتعزيز تسلط هذه السلطة. نعم. بينما في الواقع ما نحن في حاجة إليه هو أن توضع هذه السلطة تحت المحاسبة والعقاب بصورة جدية. شكرا جزيلا لك راغدة درغام، رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا لك.